الاسم ديالي الرياني عز الدين، عندي جوج الاولاد، كنعيش في مدينه تغازوت، عندنا المحل ديالنا كنكريه، وعندنا في الحسنيه كنسكنو وبخير وعلى خير، كنخدم نجار، كنخدم في الوطيلات، كان بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. العلاقه ديالك اشرف حياني؟ اشرف هذاك ولدي وولد الاخت ديالي ومربي على يدي هذاك الدري الله يرضي عليه. اشرف اسيدي تزاد بمدينه اكادير، تزاد في تقريبا في 90، تزاد بمدينه اكادير، وكان وقرا تقريبا الابتدائي ديالو كامل، قراه الابتدائي ديالو كامل قراه في اكادير، وفي واحد اللحظه عاود ملي مشاو من اكادير وقرا في مدرسه مزيانه في تالبرش، راه كيعرفوها الناس ديال اكادير وداكشي، كيقراو فيها الناس بالفلوس، خلص عليه بوها مزيان زعما قرا، وكان دري محبوب وسط الاسره ديالنا كامل، وسط العائله، لا عمامو لا خوالو لا كل شيء، هو الدري اللي في الشاش كل شيء عزيز عليهم اشرف. وجات واحد الفتره سهل عليه الله، مشى لاوروبا، حيت العائله عندنا فيها راه سبعه الناس تقريبا في اوروبا، مشى حتى هو عاش في اوروبا، وكتاب عاود دخل هنا للمغرب. ملي جا للمغرب انا ديك الساعه فاش رجع شفتو واحد المناسبه ديال العيد، هو يقول لي راه راني ندير هنايا الجامعه، وكي مسجل كيقرا في واحد الجامعه هنايا في الدار البيضاء. ايوا شويه اتصلت مو قالت لي راه مشى راه في مصر، دابا راه كيقرا في مصر، شويه من مصر مشى لاندونيسيا، وهي بعد الفتره باش ما شفتوش انا مده تقريبا 8 سنوات ولا ساعه. ايوا هي هذيك حتى فاجئني بالنسبه لهاد 2019، دار المفاجأة زوينة في العيد، عيطت لي مو قالت لي راه أشرف راه هنا وهذيك، قلت لها راه ضروري واش غيشوفنا، قالت لي يقدر يشوفكم. جا هو شي أصدقاء ديالو، فرحنا بهم، استقبلناهم يا هذيك، ملي دوزوا الضيافة ديالهم يومين قال لي خصني نشوف شي دار للدراري، قلت لي هاد الدار ديالي، قال لي صافي هذه ما تكريهاش، وكانت مناسبة الصيف زعما الكرا بالثمن، وشد قال لي انا الدراري باغي نديهم نكري لهم دار هنا اللهم هادي ونخلصك، تا قلت له انا حتى مرحبا بك جاي الدار ديالك، قال لي لا، وحيد كاع داك الاتات اللي كان فيها، وحط لنا موسيا جديده، حط السداده، المهم داك الشيء كل شيء راه ممكن لو بغيتو نصوروا تشوفوا تشوفوا، راه عبد القادر يشهد على هذا الشيء. وهاد السي عبد القادر كال وشراب، راه دوزنا زعما بكل صراحه، عشنا مزيان ومهلي فيهم، راه هاد الرقات اللي كانوا هنايا راه كانوا تقريبا 6 الناس، وهاد الرقات الاسامي ديالهم كاين عبد القادر، كاين عبد القادر، وكاين احمد، وكاين ابو حمزه، ابو صالح، ابو ايوب، ابو حمزه، المهم هادو تقريبا 6 الناس اللي كانوا معاه، وداك الشيء جا هنايا، جا هنايا. المهم هي هذيك فاش قالت لي قال لي غتشوف ليا شي بارتنر، قلت لها اودي انا لا، ها الدار ديالي مرحبا بهم فعلا، دوزوا في الدار عندي، راه تقريبا مده 4 شهور، المهم كالوا شربوا بخير، خدامين غاديين على خير وبخير. انا واحد النهار معنا بحكم العمل ديالي بعيد عليهم، ماشي ديما كنشوفهم وداك الشيء، كنخدم، واحد النهار عيط لي عبد القادر مده دابا شي 20 يوم، السلام عليكم، السلام، فين كاين عز الدين؟ قلت له راني في تغازوت، قال لي راه بغيت نشوفك كذا، قلت له هي ما مشيتيش حتى لكازا؟ قال لي لا رانا هنايا دابا في بن سرقا ولا شنو هو، قال لي راه باغي نجي نشرب معك شي قهوه، قلت له مرحبا الله يا ودي، انا هو صديق ولد اختي، مرحبا به، كون بغاتها راه كنقولها له، كنقول له تدار الله بغيتها مرحبا زعما واخا. المهم هي هذيك جا قال لي راني في القهوه اللي كنتقهوى فيها لتحت، اللي كان كليان هانيت مي كيروح اوديوات بعض المرات ولا شي حاله كيتقهوى فيها، جينا ريحنا في القهوه. حتى كنتفاجئ، قال لي السيد ودي راه بخير لاباس كذا، قلت له قال لي اشرف شافك ملي مشى كذا، قلت له لا انا ما شافنيش، راه عيط لي في التليفون وقال لي انا باغي شي وصيه شي حاجه والله يعاون، ياك هما محتاجني، قلت له الله يعاون الله يديك على خير، سلم على الاخت، سلم على الاخوان ديالك كذا. وواحد اللحظه انا كنهضر معاه بحال هكا، حتى كيفاجئني هو، قال لي ويلي راه هو عرفتي كي كيهضر عليك، علاش ما شافكش؟ لان ما شافكش لانك بحال ديتي ليه فلوس ولا درتي ليه مشاكل وهادي وهادي. انا تفاجات انفعلت، بديت مش عارف راه اي واحد غطرى هاد الحاله غيبدا، بديت كنعير ويني هذا هو ولدي، وبديت مش عارف ما خليت ما قلت في الهضره ديالي. ولكن واحد اللحظه السيد قدامي مع ملي كان كيهضر معايا شاد التليفون وكيهضر معايا وداك الشيء، ولكن واحد اللحظه تفاجات انا معانا كنهضر ومنفعل، حتى قال لي يلا دود باش تعز دير، حتى كيبان لي السيد راه كيلوح في اوديو، ويقول لي تفضل تفضل، نقول له شكون كدير؟ قال لي حتى تفضل دوي دوي، قلت له اش غادي نقول؟ قال لي قول راه اشرف اشنو دار لك وهو حاضر فيك دابا، قلت له تفضل انا اشرف لو بغيتو راه غادي ندوي معاه انا.
ويلا اشرف راه نضربو نديرو اي حاجه راه ولي يتاكد مليا ندوي فيه بحركه ماشي معقول هادشي. قال لي لا راه انا بغيت نهضر معاك علاش؟ على حساب كاع نقدر تعطيني الدار هنايا ونخدمو نخدمو راك كاين بنادم بزاف راك شتي كاينه 100 120 130 راه 30 ديالنا و40 وكذا راه كلشي ديالك انت النص وانا النص كذا. قلت له ويلي راه المشاكل هادي واش انا نضد ولد اختي ولا هادشي ما ديروا معايا ما تقولوا لي. المهم واحد اللحظه هو يقول لي هو المهم مشيت معنا حتى لحدا الطاكسيات لحدا اللي بغى يمشي الله يعاون. المهم قال لي كانوا كاع شي وحدين صيفط لي على الهيل بن سرقه وكذا كذا ولا. قلت لي انا ما عندي ما نصيفط لا سولني شي حد نقدر نصيفط لك باش ندير له خاطره. المهم مشى ودازت شي يومين ولا ثلاث ايام كيعيط لي كيقول لي وما درا واش كاين هذا راه غيجيو عندك واحد جوج عيادات شوف معاهم وكذا. المهم راه كاينه الكاميرا تما راه غادي تزور ما تزور ماشي داكشي ديالي انا يعطيوك اللي بغيتي. قلت له شكون؟ قال لي واحد جوج عيادات. المهم راه وحده غادي تكون شديها راه هما شافوك مع اشرف داكشي باش كاينه الشهاده ديالك عند شي ناس دوك الكليان اللي كانوا ديجا عند اشرف اللي كنتي كتمشي معاهم انت باش تمشي تقول لهم اشرف راه ما كيديرش داكشي زعما كاين صاب كذا. ونقول لهم واش حشومه هذاك نوض انا نبدا ندير هكشي في دمي وعائلتي نوض انا ندم لا خويا لا هادشي ما نديروش. المهم هي هذيك اتصلوا بيا هذوك السيدات السلام عليكم عزني غتمشي معنا لعند الناظور دوز معنا لتطوان ولا دوك الناس اللي كتعرف تما وهادي وهادي. قلت لهم ودي انا سمحوا لي. قال لك لا راه ما يخصك حتى شي خير تمشي واكل شارب لوطيل كلشي ما تخممش وغاد نعطوك حل فمك. راه حنا هذاك السيد راه باغي نقداو معاه الغراض وراه كيقول لنا راه ما مزياش وانت راك عرفتيه. المهم انت بغيتي الفلوس ها هي كاينه راه السي عبد القادر راه قال لينا وانا نعيط له. قلت له السي عبد القادر دوي مع هاد الناس وانا نعيط لاشرف قلت له راه شي ناس ها كاين وكاين. واخا السي عزيز سمعنا ان قال لك غيجيب شي راقي هنا اييه يخدم بلاصه اشرف حياني وغيعطي مبلغ كثر من اشرف حياني. اييه قال لي ودي غيجي واحد السيد غيدبر عليا انا يعطيني زعما الجعبه غيدبر عليا 5000 درهم وغادي يعطي للموالين الدار النساب ديالي وداك الشيء على حساب فين كاين المركز غيعطيهم 300 درهم للنهار فهمتي علاش؟ قال لي وهذا السيد لاباس عليه راه غادي يجي غادي يسد باش يسد اشرف الرزق ديالو تما. يعني دابا السيد دار هاد المشاكل كامله وجمع هاد الناس هادو يعني باش يطعن في الشرف ديال ولد اختك ياك ويضرب ليه الكاريير ديالو ويشوه السمعه ديالو واخا ماشي مشكل. بالنسبه لاشرف حياني كيفاش كان الاستقبال ديال الناس ديال تغازوت لاشرف حياني؟ والناس بكل صراحه هما الان كيسولوا الناس وعزيز على الناس تعاملوا راكم شفتوه راه كاين الاوديوات ما كاينش اللي كيخرج من تغازوت الناس الجمعيات جيراني احبابنا كيقضي مع الناس. المهم بخير الناس كلها انا بعدا كيحصل لي الشرف كلشي الناس كاين اللي ما كانش كاع كيدوي معايا كيسلم عليا بشرف اشرف. وكنكونوا غاديين في اي مدينه ولا شي حاجه كندخلوا والله القسم مرجان سوبر مارشي اي بلاصه بلوطوروت في اي بلاصه كيتصوروا مع الناس وقسما بالله وكيعيطوا لي انا اللي ما كيقدروش يدوا عائله كيقول لي واش هذاك اشرف الحياني كنقول له اه كيقول لي هذا كان ممكن نديروا معاه شي تصويره ولا شي كنعيط للاشرف لما كانت التصويره. المهم راه كاين السلام كاين الاستقبال الناس كاع كتعرض عليه كاين اللي كيقول لي والو ما تمشيش من هنا ما عندو كاع لا رقيه لا والو باغيه مثلا يعرضوا علينا الناس في شي ميدان. يعني هذا دليل ان الناس كتحب اشرف الحياني. اي وناس شخصيات منهم شخصيات والله القسم الناس زعما في شكل الناس مزيانين موالين فلوس الناس في الدوله. انا مشيت تعرفت مع عند ناس زعما في شكل في مستوى. يعني هاد السيد هذا كون كانوا شي هاد السيد هذا اشرف كون كان فعلا نصاب ومخلويض وفي تحرميات كون كان في هاد الشيء هذا وتمت على انه كيدير شي في تغازوت غيخليو هاد الناس هادو. هاد الناس بدا كون ملي جا في الاول راه بداو شي وحدين كيقولوا هذاك راه ملي الله جا وداكشي ولكن جات الناس الحكومه جا في وسط الحجر جا وشافوا داكشي بالنظام داكشي صافي ولقاو الانسان كيخدم بالقران الناس امنت ديال القبيله الناس مزيانين ما يقبلوا شي حاله في شكل. يعني ملتزم بالتدابير الصحيه وكاينه الجمعيه كاينه الجمعيه انا والله ودار شي حاجه ولا عرفوا شي حاجه ما يرضاو بها هما والله تيلوحوا برا يمشيو يجيبوه هما المخزن ولكن ملي شايفينه معقول الناس ديالهم نيت كيدخلوا كيقضيو كل شيء كيدير معاهم زعما بخير راكم الناس ديالنا مرحبا بكم اي حاجه دواء الفيزيتا المسائل كل شيء ما يخموش. يعني بحال الفقير بحال الغني بحال الفقير بحال الغني والناس كلها ما كاينش كل شيء كيشكروا الصراحه مزيانه الناس بعدا بالنسبه للناس ديال التغازوت اورير الحسنيه اكادير انا تعرفت بطريقه هو نيت وتعرفت بناس نيت الصراحه مزيانه كاين الناس دابا اللي كنتعامل كاع معاهم كاين اللي انا معاك المهنه ديالي كندير نقاش ونجار المسائل
كاين اللي خدمت معاهم في طريقهم، عندهم ناس عندهم بالكواس في البحر نيتر، مجموعة واحد السيد بلا ما نجبدو السميه ديالو، نيتر كنخدم معاه دابا نيت خدمه فيلا ديالو بسبب المعرفه ديال اشرف. واخا السيد هذا اللي كان بغى يستفزك وبغى يستدرجك وجر اللسان ديالك انك باش تضرب الكارير ديال الابن الاخ ديالك، شنو الرساله اللي كتوجه ليه؟ ومن هنا السي عبد القادر اللي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وخمم شويه نفسك وراك عندك وليداتك وهو راه قد ولدك، زعما راك انت راه حشومه على قد ولدك، وكان معاملك زعما كخالو كباك زعما راه شفنا كل شيء على عينينا، وانت باش تنوض دير شي حاجه تشكى منا حنا اللي دار لك شي حاجه وندخلو حنا، جي قول يا جداديه دار لك رزقك دار لك، انت ما كتبش الرزق بيناتكم، ما تنوضش دير هذه الحرب اعلانيه وتنوض دات هدار وتعمر حشومه عليك، المهم الطعام راه كاين، الطعام راه حنا مشاركين وكاملين، على الغدار غيطيح ليه في ركابي، هذا هو المطلوب. السير كان وشرب ياك، كي جا النهار الاول حكي جا النهار الاول. اقسم بالله العلي العظيم الى النهار الاول وراه كي جا من كازا وصحاب كازا كيعرفوه وانا شفتو في المحطه، قسما بالله الا كنسحبو جاي من داعش وحق لا انا تخلعت قلت الاشرف انا ريني انت هذا، وهذا كدخل ليه عند الديور وانت واحد الغفاله كي دايره ولابس ديك الدراعيه خضراء. صحاب سيدنا موسى ولا حماده موسى ما عرفت شنو، قلت هو يقول لي لا راه فقيه راه كذا، وكانوا مع واحد شي ناس المهم بهذيك المناسبه بخير، هو هذيك الهيئه ديالهم مع الكريشه ايوا المهم هي هذيك زينا جبناه معانا والو، والله شاهد عليا الا ملي داروا المركز وبدات الخدمه ودانا نيت الكوافور في كيمشي السي اشرف داك الشيء هاي زعما فكادير ودخل ليا بها كاينين اللايفات ديالو ريح ليح راسو زوين بحال هكا التيشيرت شي حماق وهزو من شي بلاصه ومحسن ليه داير فيه خير، انا وياه كاع حسن لينا نيت 300 درهم من الحزانه وفركسنا ونقادو لينا الامور ايوا خرجنا ايوا تما ولا كيبان ليا السي عبد القادر كيلبس جليلي بها الفوقيه كذا عاد باش حيد واحد الفوقيات وحده صفراء وحده خضراء ايوا زعما كان مكمل من ناحيه اللابس ومن ناحيه كذا ومن ناحيه الفلوس راه رزقه راه كيتخلص فيه، كاين شي واحد ما غيتخلصش في رزقه ولا غيسمح في رزقه، هو الماكله والشراب كياكل كياكل كيشرب والله ما يتفاك، ولكن النفحه اللي كيشري لراسو صافي الله يعفوهم بلي بالنفحه، واخا هو فقير الله يعفو عليه لا يرد به. وسيدي بالنسبه لهاد السي عبد القادر كان وصاني قال لي راه المهم انا بغيتي دير والو غنصيفط واحد السيده تما على يدور فيها شي واحد ولا شي حاجه غدا تهزل لي عاد بياسات نديهم باش نقضي مع الكرا وكذا، قلت له دبر راسك حياتك هادي المهم هي هذيك شويه تديت انا معاه في تغاسل كتريح في قهوه كتعرف الناس كدير مره كيقول لي شي واحد هذا مويل الحوانت الناس اللي كتعرفني بعدا كيقول لي راه هذاك عبد القادر راه كان هنا ذاك الراقي راه كان هنايا راه كيهضر مع العيالات كيدير، كاين شي وحده اللي كيكون جاي في الطوبيس كاع وكيقول لي راه بان في المحطه ديال الطوبيس في الباطوار ملي كيطلعوا الناس كيعرف الناس اللي مساكن باينه عندهم الحاله مراد تما كيشقم والله الا هاد الناس هادشي كيقولوه ليا الناس نيت اصدقاء كينزل من طاكسي كذا كيقول لي الفقيه راه داير لاكيس الهيه راه كيجمع الهيه زعما الرونديفوات الهيه وداك ايوا لهذا حسبي الله ونعم الوكيل، ما خصو كاع يوصل هو لهادشي ويدور بموالين الطاكسيات المهم يدبر على الناس باش يصيفطوا ليه الكليان زعما اللي كيجيو عند اشرف يخيبوا ليهم ويقول لهم انا نقص ليكم انا ندير ليكم انا نداويكم نعطي الدواء فابور، المهم باش كيدي الكليان لاشرف هذه هي الحرب دابا اللي ولا بازي عليها هو دابا، يعني السيد هذا السي عز الدين يعني باغي ياكل السيد رزقه صحه في الحقيقه وحشومه عليه صافي كتاب اي واحد كيخدم مع شي انسان كيحرم الرزق صافي بنادم كله يسد لطريقه صافي الله يسهل على كل واحد، علاش تتبع بنادم وتاديه نادم الخير كامل رجعتي انت في شكل وانا باش بدوك الاوديوات راك ماشي راجل الصراحه مزيانه وبغيتي تفرتك العائله وبغيتي تفرتك كل شيء راه عار عليك عبد القادر هذا راه ماشي معقول هذا الشيء، واقسم بالله العلي العظيم والله شاهد عليا الا قال لي بحالك قال لي المهم انا بالنسبه لاشرف تا دويت مع هذيك معاه في واحد اللحظه المهم تا قال لي اقسم بالرب العلي العظيم الا قال لي انا تابعو كلبك حل والله ما نتازل عليه، قال لي بحال قولي والله تنفرقعوا في الهواء، لا ما بالمستحيل اي حاجه نديرها على قبل هذاك السيد لان تصرف معايا اش بيناتكم انا اللي عارف، بغيتو عا يقول لي اش بيناتهم نقدر ندخل نصالح ندير شي حاله، ولكن هو قال لك انا اللي عارف، شوف واش كان باغي كان حاسب راسه مشروكين ولا شوف مشاكلهم انا ما علمتش لا حتى هو ما قالش لي، هذا هو اللي كاين هادشي كاع دابا بغا يديرو اخويا عز الدين غير حسد وحقد وبغض لان شاف الاخ
فتح لي الله عز وجل في المجال وعنده سيارة ديالو وعنده راس المال وعنده بغا يدير هاد الحرب باردة. اييه فعلا ورا شاف السيد صغر منه تبارك الله وسيفيليزي ناضي كاين مهيئ مقبول. هو راه بكل صراحة قسما بالله إلا أنا كنت في المركز إلا كيدخلوا الناس والله شاهدون عليا إلا 20 مرة واقفة ولا شنو هما وكاع اللي كيقيدها كيبغي يدخل كتقول لا أنا غندخل عند أشرف أنا جاية من الناظور أنا جاي عند أشرف ما باغاش ما كون بغيت هذا عبد القادر ولا قاروش ولا شي حاجة راه معطى الله برشيد بن سليمان شحال دزت على من المدينة أنا ضارب 16 مدينة ونجي هنا أنا جاي على أشرف وهذا الشيء اللي طرى الناس وهالناس هما راه كيسمعوني هاد الناس اللي أنا حضرت لهاد الحالات وداكشي قسما بالله ودار مشاكل علاش ما كيقديش داك الشيء مزيان كيخصو يدير شوف اش كيدير واش كيصدع بنادم ولا ما غير شوف العالم الله ولا واش كيقول المهم اولا ما مقبولش ليه مثلا المهم كلشي كيبغي اشرف صافي حتى هي الحاله المهم كيقول لا انا ما ندخلش تما وتصور كيكعاد ديك السيكريتير اللي كتقيد وانا ما انت دوزي سير دخل لا غنتسنى تيسالي اشرف ثلاثه عنده وجوج كيتسناو والناس كلهم باغيين يتسناو اشرف هو ما قليل حتى كيدخل عنده بنادم بحال بزز وصافي علاش ما كيقديش داكشي مزيان وهذه ربما راه من حالات الغيره بنادم هنا كيغير كيقول انا مالي بنادم ما كيحملنيش واشرف كلشي كيدخل عنده ولا هذا هو السبب اللي غيكون خلاه ينتقم من اشرف واخا سي عزين شي كلمه للناس والجماهير اللي كتحب اشرف حياني ايوا حنا من هذا المنبر كنشكروا هذوك الناس اللي شكروا اشرف راه كيشكروا العائله ديالنا كامله انا كنشكرهم من هذا المنبر الله يجازيهم بخير والانسان كل واحد كيخلص الله على نيته هو السيد عبد القادر من هنا كندوي معاه حسبي الله ونعم الوكيل وخمم شويه وخمم الطعام وخمم عبد القادر واسترجع ورا باب التوبه موجود راه بنادم ينتازل ويكون هو هذاك والله يعفو عليك هذا هو اللي غادي نقولو